هذا وقد عدت اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج اليوم الرياضي الوطني الرئيس عبر البث التلفزيوني بالتعاون مع وزارة الإعلام حيث تم تشييد استديو خاص يحمل هوية اليوم الوطني نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ودعما للجهود الوطنيه التي يقوم بها فريق البحرين بقياده صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي للجائحه وبتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه فقد تم الاحتفال باليوم الرياضي الوطني لهذا العام عبر الواقع الافتراضي عن بعد. وأكدت اللجنة المنظمة العليا للحدث بأن الاحتفال سيقتصر على الفعاليات التي ستتم عبر استخدام مختلف التطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وليس من خلال البرامج والمسابقات الرياضية الميدانية منعاً لأي تجمعات خارجية. هذا وقد أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج اليوم الرياضي الوطني الرئيسي والذي يقام عبر البث التلفزيوني بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام. حيث تم تشييد استوديو خاص يحمل هوية اليوم الرياضي. ويتضمن البرنامج التلفزيوني سلسلة من التحديات الرياضية والعروض والفقرات المتنوعة بمشاركة نخبة من نجوم الفن والرياضة. واتخذت اللجنة الأولمبية البحرينية الإجراءات الصحية والإحترازية اللازمة لكافة المشاركين في الاستوديو حفاظا على سلامة الجميع.